أهلا بكم من جديد مشاهدينا في قراءتنا التالية. مقال اليوم ضيفنا في الأستاذ نور الدين العلوي الكاتب التونسي ضمن مقاله قروض الصمود الغذائي الذليل، هو معنا الأستاذ نور الدين عبر الهاتف. أهلا بك معنا أستاذ نور الدين. مساء الخير. نعم أسمعك. حياك الله أستاذ نور. أبدأ معك، هل الأمور فعلا وصلت إلى هذا المستوى من التدهور الغذائي الفعلي الحقيقي في تونس؟ ليس لدينا فيما نلتقط من معلومات متاحة للجميع، ليس لدينا ما ينفي القاعدة التي بنينا عليها المقال، وهي أننا دخلنا منطقة الاقتراض من أجل تدبر الحد الأدنى من القوت. ومجرد تسمية القرض أو كلام الذي أمضى عن اتفاقية القرض أن يقول من تلقاء نفسه أو بأمر أن هذا هو قرض الصمود الغذائي، يثبت أن لم تعد لدينا مصادر غذاء كافية في الداخل، بحيث دخلنا منطقة تأمين الحد الأدنى الغذائي بالاقتراض، وهو ما يجعلنا في حالة تبعية مطلقة لمنتجي الحبوب ولمروجيها في السوق العالمية ولمن يمنحنا القروض لاصطناعها. نعم، كيف قرأت توقيت القرض الأوروبي وأبعاده ومسبباته في ظل حديثك في المقال أستاذ نور الدين أن غالبية القروض الأوروبية تكون مرهونة بالحالة الديمقراطية والحريات وما إلى ذلك، كيف نفذ هذا القرض إلى تونس في ظل حالة الانقلاب كما وصفتها في المقال؟ الحقيقة نحن بنينا آمالا كثيرة في تحاليلنا وفي مواقفنا على أن هناك فعلا ربط بين الإقراض والحالة الديمقراطية، كما لو أن الأوروبيين والمؤسسات الإقراض الدولي معنية فعلا ببناء حالة ديمقراطية في بلد مثل تونس أو مصر، ونسينا هنا ونسينا في حمى التفاؤل والاستبشار بالثورة، نسينا أن نظام مثل نظام بن علي أو نظام حسني مبارك أو غيرهم حصلوا دوما على قروض من هذه المؤسسات دون أن تكون هناك حالة ديمقراطية. يعني الآن الحديث عن الإقراض بشرط بناء ديمقراطية فيه كثير من النفاق السياسي، وما نتابعه وما نعتقد أنه سيحصل هو أن النظام الحالي في تونس، نظام الانقلاب، مطلوب منه إنجاز جملة من الخطوات الاقتصادية والاجتماعية، مقابلها سيحصل على قروض. هذه الخطوات ليست بالضرورة خطوات لبناء ديمقراطية، يكفي أن نتذكر أن هذا كل شيء مرهون بالتفريط في مؤسسات القطاع العام، ونعرف أن اقتصاد تونس ومجتمعها قام على مردودية هذه المؤسسات، واستطاعت الدولة أن تصرف منها كثيرا على الشأن الاجتماعي. نعم. الآن لا نعتقد أن مؤسسات الإقراض الدولي ستقوم بإجبار المنقلب والانقلاب وسلطته على إنجاز خطوات ديمقراطية. هو تراه يعتدي الآن على الديمقراطية، وهي لا تشترط عليه أن يعود إلى الديمقراطية. نعم. في هذه الجزئية أشرت أحرر الاقتصاد من المؤسسات الاجتماعية التي أو الاقتصادية التي كانت ذات بعد اجتماعي. نعم، أشرت في هذه النقطة أستاذ نور الدين العلوي أن من يقف خلف هذا القرض بشكل أو بآخر هي فرنسا. فرنسا دفعت باتجاه الضغط لإقرار مثل هذا القرض، وتحدثت أن لفرنسا مآرب سياسية كثيرة في دعم الرئيس الحالي، أليس كذلك؟ في تحليلي الشخصي ربما تنقصني معطيات استخباراتية دقيقة، ولكنني أرى دوما فرنسا وراء مصائب هذا البلد. فرنسا وقفت حتى آخر لحظة مع نظام بن علي، وكانت تعرض عليه المساعدة
اللوجستية والبشرية. سقط بن علي برغم ذلك، فوجدنا فرنسا تشكل حكومة محمد الغنوشي بعد بن علي مباشرة، وأرسلت إلينا وزراء جاهزين مفتاح في اليد كما يقال. ومنذ ذلك التاريخ وهي تتدخل في الشأن السياسي التونسي، أعطت النقابة وما يسمى بالرباعي، أعطتهم جائزة نوبل بتأثير مباشر من فرنسا، تدخلت في الصغيرة والكبيرة. السفير الفرنسي كان يتحرك كما لو أنه في بيته الشخصي بين كل الفرقاء السياسيين ويرتب الأمور، وأنا أحد الذين، وقد أكون وحدي على هذه الصورة، أنا الذي أنا أعتقد أن فرنسا تتحكم في خيوط اللعبة في تونس، وهي الآن ترفض نظام الانقلاب بهذه القروض الحدود وبهذه القرض للحفاظ على حد أدنى من المعيشة لمنع انفجار اجتماعي قد يعصف ببقايا نفوذها في هذا البلد، لأن الانفجار القادم سيعرف أين يوجه ضرباته. نعم، أشرت إلى أن القروض أنهت ما أسميته بالضبط وهم النخبة التونسية التي رأت في القروض ضمانة لرواتبها. هل هناك من قدم المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة لتونس كما أشرت في المقال؟ طبعا عندما نرى نخبة الجامعة والنخبة السياسية ونخبة النقابات، وهي في الغالب مصنفة في الطبقة الوسطى التي في جوهرها هي طبقة موظفين كبار، مستبشرة بأنها حصلت على رواتبها لشهر 11 وشهر 12 وربما بعده، أجد في ذلك كثيرا من المهانة، لأنه نحن باستمرار اعتقدنا أن هذه النخب هي التي تقترح وهي التي تقول، وإن لم تتحزب وإن لم تتشكل في تشكيلات سياسية فهي بموقع قيادي فكري وثقافي. ولكن ماذا نرى؟ نرى القوم مستبشرين بأنهم قد ضمنوا رواتبهم وعادوا إلى الصمت. بالنسبة لي هؤلاء تلقوا العلف، دعني أستعمل الكلمة، لقد تلقوا علفهم في زرائبهم، واستكانوا كما تستكين السوائم في الزرائب. وأنا قاسم جدا على نفسي لأني ضمن هؤلاء، محسوب ضمنهم، ولا أستطيع أن أفعل شيء لوحدي، ولا أراهم يبادرون بإنهاء هذا الوضع البائس الذي ندخل عليه. نعم، أشرت إلى أن العديد من النخب والطبقة السياسية والحزبية في تونس ترتضي البقاء ضمن إطار ما يجري من انهيار للدولة سياسيا واقتصاديا مجتمعيا، لقاء عدم عودة الإسلاميين مرة أخرى. إلى أي مدى بعبع الإسلاميين ما زال موجودا رغم أن الشارع أصبح له نظرة سواء بالإسلاميين أو غيرهم؟ الشارع في العمق حسم في الإسلاميين وحسم في غيرهم، وأعتقد أنه يتجه إلى الاستغناء عنهم، ولذلك قلت لك منذ حين أن إذا كان هناك انفجار في المستقبل فسيعصف بالجميع. حصلت عملية تمحيص، لا هؤلاء ولا غيرهم، يعني لا الإسلاميين ولا غيرهم، أبدعوا في قيادة وضع ثوري وإخراج البلد نحو مستقبل جميل ومقبول ومرضي عنه ومنتج للثروة ومنتج للرفاه ومنتج للحرية. يعني تقريبا الجميع سواسية في العجز، لكن ما زال هناك الكثير من يعتقد أن وضع ديمقراطي يسمح بوجود إسلاميين ولو بنسبة 10% هو وضع سيء، وبالتالي يجب أن نظل في هذا الوضع الحالي، ولا بأس أن نتردى داخل وضع غير ديمقراطي، ولكن كل حالة فيها لحظة ديمقراطية تسمح بعودة الإسلاميين ممنوعة. وهؤلاء يعيشون في هذه الحفرة، أنا سميتها حفرة الاستئصال، لم يخرجوا منها، ولا أراهم يخرجون، ولا أراهم يبدعون حالة من التجاوز الفكري والثقافي والسياسي والأخلاقي لجعل البلد يعود إلى مسار ديمقراطي يتعايش فيه الجميع. انظر ما يفعلون بالسياسيين الذين انخرطوا في جبهة الإنقاذ والذين تخلوا عن فكرة الاستئصال وعن فكرة محاربة الإسلاميين، وقالوا بأنه يمكن العمل السياسي مع الإسلاميين طبعا دون الخضوع لهم، إنهم يتعرضون إلى حملة شيطنة رهيبة جدا في الإعلام كما لو أنهم تحالفوا مع عدو خارجي وليس مع طرف سياسي داخلي. نعم،
حفرة الاتصال ما زالت تعطي أكلة. وأنا نعود بيس إلى التحليل الشخصي الذي أتهم فيه فرنسا بهذه بحفر هذه الحفرة وتوسيعها، إنها تضع الجميع داخل حفرة الاستئصال، لأن ما دام التونسيون مشغولون بحرب بينية بينهما فإنها تستطيع أن تفعل بالبلد ما تشاء. نعم، أختم معك بهذا السؤال أستاذ نور الدين العلوي، أمام هذه المشهدية القاتمة اقتصاديا سياسيا وهذا التدخل الخارجي الذي أشرت له، السيناريو الأقرب خلال الأسابيع أو الشهور القادمة في تونس ما هو بحسب تقديرك؟ هذا أصعب سؤال، لأننا فقدنا بصراحة قدرتنا على الاستشراف. المعطيات التي تسمح بالاستشراف في وضع طبيعي لا تأتي، لأن الوضع غير طبيعي. غالبا التحليل السياسي ينبني على معطيات تتوفر من مصادر مختلفة، مصادرنا محدودة إلا تخمينا. نحن لا نستطيع توقع فعل الرئيس وفعل المجموعة البشرية التي تشتغل معه، أنهم يفعلون أشياء لا يمكن توقعها. وبالتالي فنحن عندما نريد أن نستشرف نعجز. نعم. الاستشراف الوحيد كما قلت في آخر المقال هو أنه سيكون هناك حل خارجي. من سيكون فاعل في الحل الخارجي؟ حتى في هذه لن نستطيع الإجابة. هناك معركة في المتوسط، هناك معركة في إفريقيا بين قوى دولية قد تكون لها مصالح في تونس، فهي تتخاصم عن أجل مصالحها وكيفية الاستفادة من موقع تونس الجغرافي ومن مواردها البشرية لتحقيق مآربهم وليس لتحقيق مآربنا. نعم. نعم. من يتحكم أكثر؟ صدقني الوضع يشبه متاهة من متاهات الأساطير الإغريقية، حيث لا يمكن توقع ردات الفعل، وربما ننتظر دائما تدخل الإله. نعم. بغير توقعنا، كما في الأساطير الإغريقية عندما تبنى أسطورة لا ليس لها حل منطقي تتدخل الآلهة لتغير الواقع، وهذا ليس تحليلا سياسيا، هذا رجم بالغيب. نعم، كل الشكر على وجودك معنا أستاذ نور الدين العلوي الكاتب التونسي ضمن مقالك قروض الصمود الغذائي الذليل، والحديث بطبيعة الحال مشاهدينا عن الحالة في تونس. كل الشكر لك أستاذ نور الدين العلوي.